إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ تُقاتِه، ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مُسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربَّكم الذي خلقَكم من نفسٍ واحدةٍ، وخلقَ منها زوجَها، وبثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فاعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن مما يغفل عنه كثير من الناس، ويتغافل عن الكلام عنه كثير من الناس في زمن البلاء، وهو يا عباد الله سبب الوقوع في نقيضه وخلافه، الكلام عن التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في زمن البلاء والمحن. نعم يا عباد الله، إن من أعظم مقاصد البلاء أن يرجع الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى، ولكن يا عباد الله تغافل عن هذا الأمر العظيم كثير من الناس، فأصبحوا لا يبالوا بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، بل صاروا يعملون بنقيض ذلك في زمن البلاء، فيعملون بالسيئات ويجاهرون بالمعاصي من غير مبالاة. خطب النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه في حمص فقال: إن الهلكة، كل الهلكة، أن يعمل بالسيئات في زمن البلاء. نعم يا عباد الله، إن الهلكة، كل الهلكة، أن يعمل بالسيئات في زمن البلاء. فيا عباد الله، إن ربكم سبحانه وتعالى ما أراد من هذا البلاء الذي نزل بكم، والوباء الذي انتشر وامتد وطال، إلا أن ترجعوا إليه وتتوبوا إليه، والله يحب التائبين سبحانه وتعالى، وذلك في كتاب ربكم. قال سبحانه وتعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال سبحانه وتعالى حثًا على التوبة وتحذيرًا من الوقوع فيما وقعت فيه الأمم المكذبة الكافرة. قال سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون،
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. لماذا؟ لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فهذا يا عباد الله حظ وحث من الله عز وجل لعباده إذا نزلت عليهم البلايا والمحن أن يعودوا إليه وأن لا يقعوا فيما وقعت فيه الأمم المكذبة الكافرة من الإعراض عن التوبة والرجوع إلى ربهم سبحانه وتعالى، فوقع عليهم ما وقع من العذاب. ثم بين الله سبحانه وتعالى سبيل النجاة فقال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى هي سبب رفع البلاء وسبب رفع المحن والابتلاء. فعلينا أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه، فإنه سبحانه وتعالى يحب التائبين يحب الأوابين وهو التواب الرحيم. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أنكم محاسبون وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، زلزلت الأرض في عهد عمر رضي الله عنه كما أخرج ابن أبي شيبة بسنده عن صفية أنها قالت: زلزلت الأرض في عهد عمر رضي الله عنه فخطب الناس فقال: لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم. وهذا من عمر رضي الله عنه وأرضاه، حث للناس على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وبيان منه رضي الله عنه وأرضاه، وهو المحدث الملهم أن هذا ما كان إلا بسبب الذنوب والمعاصي. فقال لهم ذلك زجرًا لهم عن الذنوب وحثًا للتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وأخرج الطبري في تفسيره بسنده عن قتادة رحمه الله أنه قال: ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فخطب الناس وقال: إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه، أي إن ربكم سبحانه وتعالى يطلب منكم التوبة، فتوبوا إليه وعودوا إليه. فهؤلاء هم أكمل الأمة وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهموا المراد من البلاء وهو التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن الأخذ بالأسباب
من إجراءات احترازية أو غيرها لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولكن لا بد للمرء أن يعلق هذا القلب بربه سبحانه وتعالى ويعمل بالأسباب الحسية، فكل واحد منهما يكمل الآخر. ولكن المشكلة يا عباد الله أنه قل الكلام عن السبب الأعظم والسبب الأكبر حتى قست قلوب الناس فأصبحوا لا يبالون بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فلا بد من الأمرين، من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وتعليق القلب به والتوكل عليه، والأخذ بالأسباب الحسية والإجراءات الاحترازية. والله عز وجل هو المسؤول أن يرفع هذا البلاء عنا جميعاً وعن المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمِّر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، ما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.